بتعملي ماجستير وانت اصلا بتحبي الدراما والممثلين والكلام ده، كلمونا بقى عن الدراما في السودان. انا والله يعني في حاجات انه مثلا الشعب السوداني انظلم اعلاميا في 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 موضوع المسرح والمسلسلات في رمضان تحديدا، يعني في في يعني مظلوم في كل الامور. احنا عندنا طبعا الانتاج في السودان للمسلسلات قليل. اول مسلسل بمفهوم نص ساعه او 25 دقيقه و30 انتهى. بقى عندنا الكبسولات يعني 5 دقائق 3 دقائق 4 دقائق، وما ما بتديك يعني. طبعا كل ما الماده اختصرتها بتقل طبعا اكيد طبعا الفهم بتاعها. عندنا ناس الحمد لله مسلسلات زي سكتشات، يعني سكتشات. عندنا مسلسلات ما مزال 10 دقائق 5 دقائق ربع ساعه 10 دقائق. في كمان برضه مسلسل كانت شغاله فيه الاستاذه ريماز، كان في اسيلان شغال في رمضان. يعني دي من الحاجات مثلا 10 سنه افتقد السودان كان عنده مسلسلات كانت قويه، وكانت يعني حتى انه الدول الثانيه بسوها. يعني كان افريقيا دي جزء من الناس كان بيشاهدوا المسرح السوداني والمسلسلات السودانيه. فكان عندنا مسلسلات كانت قويه على مستوى السودان، كانت قويه خليها على مستوى افريقيا والوطن العربي. طب ايه سبب ان هي قلت او بقت بالشكل ده؟ والله الانتاج قليل. ثم ما شاء الله تبارك الله انه القاهره عندكم بس يكفي المدينه. المدينه دي يعني صراحه انا اول ما جيت المدينه يعني حسيت انه ما شاء الله تبارك الله العمل الابداعي اللي بيتم في القنوات على المسلسلات، ما دام في مدينه زي دي لازم يجي شغل زي هذا. يعني اللي نشوفه احنا الان، احنا هناك الواحد لما يجي يصور شغل شارع لازم يكفي للطريق ولازم يوري الشرطه ولازم كميه من الحاجات. لكن هنا ما شاء الله في المدينه كل شيء موفر، يعني الطريق اي شيء عندكم ما شاء الله متاح. ونتمنى يوم من الايام ان شاء الله تشتغل وتعمل حاجات حلوه باذن الله. تاني معانا انت ورماز، بس ساعتها هتكون على طعام المصري والله ان شاء الله باذن الله. اضافه لكلامه برضو في حاجه، يعني انه انت لو عايز تنتج عمل او تطلع مسلسل او كده في السودان بتقوم بالحاجه دي بنفسك، فهمت علي؟ فبتبقى صعبه يعني. والرعايات التلفزيون تمشي لك يقول لك جيب رعايه، انت تجيب الرعايه علشان تعرف يخليك ان انت تذيعه الكلام ده.